السلام عليكم شباب، قنبلة المزاد ما شاء الله من الطيور النوادر الموجودة بالعراق الوطني. هذا جدة بطل، هو بطل، ابنه بطل. شنو شردو؟ كل احنا فوز، من جدنا لابونا لابننا الجسمنا. شنو صفط الصفط ما شاء الله، تقول خال جل طير يخبل ما يتحرك، يفتهم والله العظيم يفتهم. هذا يفتهم في الطير ما شاء الله، جسمانيته روعه. بس هو المشكله اللي عنده ما يقبل يوقف، بيها مجال توقف لي اصورك دقيقتين؟ دقيقتين ايش دعوه، نص دقيقه يخبل الطير. بس نشرح لكم على الشهاده مال تحفيد الكتل ما شاء الله، في الطير في الضخامه في الجسم مرعب. وهاي الشهاده مالت شهادة الرودي فاريت ابن الكتل، طبعا هذا ابوه باع كلش غالي الطير 797، والامايه ترجع بنت اللاتش ليو بنت الاولمبيك بوت، والطير بطل بجنحه 3 مرات، اول ثالث سادس 12 10 20 27 بجنحه، وابنه 27 على 2525 وماخذ 30 على 1878. الطير هو فايز 3 مرات اول، وابنه بطل بجنحه ما شاء الله. يعني هو فايز وابنه فايز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 تسجيلات عند الطير من ضمنها 3 مرات اول. وهاي الشهاده مالته مال البيبه، طير من البيبه، دي كروب اسمه، دي كروب اسمه حمام الرودي فاريت، هذا هو الطير. وهاي سباقاته، ان شاء الله طير يعني من الطيور اللي خلينا نقول صفي واقف، طبعا صديقي هو، اعتبار علاقتنا انا قويه. روح للبرج خليه يعيد يبقى واقف على يديه، يلا طير ان شاء الله طير يخبر.